السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير. كما كتلاحظوا راني في المحل نتاع فولفوت، جيت نشوف الجديد اللي جابوا اليوم. بقاو معايا. اول حاجه غادي نبداها لكم هما هاد البلاطويات اللي كيجيو مستطيلين، اللي هما من نتاع الدجاج والطرف نتاع الحديده باللون الاسود. الثمن ديالهم 7 اورو. وكاينين هاد الفاز اللي هما نتاع الدجاج، الثمن ديالهم 3 اورو 99 سنت. كاين فيه 3 نتاع الالوان كما كتلاحظوا. كاين هذا حتى هو نتاع الجاج، هذا عنده هاد اللي نتاع الحديده، تقدروا تعلقوها ولا تحطوه. هذا راه هو كبير بزاف، الثمن ديالو حتى هو 3 اورو 99 سنت. ودخلوا هاد الديكورات او الفاز اللي هو نتاع الجاج، فيه هكا الديزاين تاع الورود، الثمن ديالو 4 اورو. ودخلوا هاد الديكور اللي هي نتاع الحديده كامله، اللي هي تقليديه حيت عنده هذا النقش، عندها 3 نتاع رجيلات من التحت، الثمن ديالها 3 اورو 99 سنت. اما تحطوها هكا او لا تحطوا عليها هكا شميعه لداخل. وكاينين حتى هاد البلاطويات نفس الشكل اللي كان كيجيب اكسيو، جابوهم فولفوت. هادو اللي هما نتاع الخشب، عندهم 2 طبقات، الثمن ديالهم 8 اورو. وكاينين هاد البلاطويات حتى هادو كان كيجيبهم حتى اكسيو، كيدخلوا اشياء متشابهه مع اكسيو. هادو نتاع الحديده 2 طبقات، الثمن ديالهم 10 اورو. وكاينين حتى هاد المزهريات او الفاز، شوفوا هذا عنده هاد العيبات منه، الثمن ديالو 2 اورو 50 سنت. كاين فيه هاد اللون او لا هذا. وكاين حتى هذا، حتى هذا نتاع البديل كمزهريه ديال بحال الغراف، الثمن ديالو 7 اورو. وكاينين هاد الديكور، هذا اللي كنعلقوه في الحيط اللي هو نتاع الحديده، حتى اكسيو كان كيجيبوهم اللي فيهم هاد الديزاين، الثمن ديالو 17 اورو. ودخلوا حتى هاد الكؤوس اللي هما كتحطوا فيهم الشميعات اولا كتحطوهم هكا حيت هما راهما في الجهه نتاع الديكور، الثمن ديالهم 2 اورو. كاين في هاد اللون وفيه حتى اللون الابيض، وكاين هذا، هذا بوحدو هذا ب1 اورو و50 سنت. وكاين هذا، هذا الديكور اللي كتعلقوه وكتحطوا هنايا الشميعه لداخل، الثمن ديالها 12 اورو. ودخلوا هاد المزهريات كيكثروا بزاف من هاد الشيء، هذا ب4 اورو، كاين فيه 2 الالوان. وكاينين هادو اللي هما خاصين تاع الشموع، كحامل تاع الشموع على شكل وريضه، الثمن ديالها 3 اورو. ودخلوا هادي البنات، هادي اللي كتحطوها فوق هكا فوق الطاوله اولا في شي بلاصه لي اولا تحت التبصيل في التقديم تاع الاكل، اللي هي نتاع التوب، عندها هاد العيبات منها، كاين فيها اللون الاخضر، اللون الكري، كاين فيها اللون البني، الثمن ديالها 1 اورو و50 سنت. وكاينين هادو اللي كنحطوهم تحت التبصيل، هادو الشكل ديالهم دائري وعندهم هاد النقش منها، كاين فيه اللون الابيض، اللون الاسود، اللون الكري، الثمن ديالهم حتى هما 1 اورو و50 سنت. وكاين هاد المرايا اللي كنعلقوها في الحيط، اللي هي نتاع الحديده وفيها هكا هاد العقيق من الطرف، الثمن ديالها 7 اورو. ودخلوا هاد الطاوله اللي هي من نتاع الحديده، هادي نتاع الحديده الغطاء ديالها تقدروا تحيدوه تحطوه، الثمن ديالو 14 اورو 99 سنت. ودخلوا حتى هاد الكيسان، هادو صغيرين البنات، راهم صغارين، فيهم هكا الورود، الثمن ديالهم 1 اورو 50 سنت. كاين الاختلافات اما الورود اما الفراشات. وجابوا هادو، شوفوا هادو تحطوه اولا تعلقوه قدام الباب نتاع الدار، الثمن ديالو 4 اورو. ها ويلكومن، كاين فيه هاد اللون، كاين فيه هذا، فيه هكا الكتابه بالالمانيه، هذا عنده الخيط كيتعلق. وكاين هاد الديكور اللي مكتوب فيه على هوم على الدار، بحال هكا الدار مع السلوم، الثمن ديالو 4 اورو. وشوفوا يا البنات، شوفوا هادو، هادو كمزهريات اللي هما نتاع بلاستيك، داروا ليه بحال هاد الطريقه، بحال اللي هما رجيلات، عندهم هنايا نتاع بلاستيك، كاين فيه هاد اللون وهذا، طريقه زوينه، الثمن ديالهم 4 اورو. كاين هذا، كاينين هادو بحال راه هو جالس، حتى هو كامل تاع بلاستيك، الثمن ديالو 2 اورو 50 سنت. وكاين هذا، هذا واقف هذا ب2 اورو. وكاينين هادو على شكل بيكالا او دراجه تاع بلاستيك، هادو الثمن ديالهم 1 اورو 50 سنت. كاين فيه الغوص، كاين فيه الازرق، فيه اللون الابيض.
ودخلوا هاد القراعي اللي عندهم الوتام تاع البحر تاع الشاش. الثمن ديالهم ما كاينش هنايا، شوف هنايا هذا بأورو 50 سنت. وكاينين هاد الوسادات اللي كيجيو هكا مستطيلين كبارين باللون الغوص، الثمن ديالهم 10 اورو، فيهم 40 على 60 سنتيم. شوفوا واش كاين فيه شي الوان، كاين غير هذا وصافي. وكاين حتى هاد الوساده، شوفوا هذه تقليديه، عندهم هادو على 4 نتاع الجهات، الثمن ديالهم 10 اورو، هادو فيهم 40 على 60 سنتيم حتى هما. واما في الاواني لاحظت جابوا هادو البنات، هادو اللي كنهزوا منهم هكا الفورطه ولكن خاصه نتاع العرس، الثمن ديالهم 3 اورو اللي هما نتاع البديع. كاين هذا، كاين هاد الطبسيك، هادو كاملين تاع البديع ب 5 اورو كيشي طويل. كاينين هادو فيهم الكتابه يعني على العيد الميلاد هابي بيرثداي ب 3 اورو، وكاينين هاد الطباسل على العيد الميلاد اللي هما نتاع البديع حتى هما ب 3 اورو، هادو على العرس. وكاينين هادو على لوتام تاع الزفاف فيه العريس والعروسه، الثمن ديالو 3 اورو 99 سنت. وكاين حتى هاد التفاصيل، شوفوا هذا نتاع القوز وقزح هكا الاطفال، الثمن ديالو 4 اورو. كاين هادو وكاينين الطاسات هكا الوليدات البنيتات حيت فيه الغوص، الثمن ديالو 4 اورو. لو حتى هاد الطاسات شوفوا هادو الطريقه اللي داروا ليهم، اللي هما نتاع البديع، الثمن ديالهم 4 اورو. وكاينين هاد الشبكه اللي هي نتاع الحديده على شكل اناناسه هكا تحطوا فيها الفواكه، الثمن ديالها 4 اورو 50 سنت. وكاين هاد الكاس اللي هو نتاع البدع البنات هكا المشروبات باللون الاسود، الثمن ديالهم 4 اورو. وكاينين هادو، هادو الشكل ديالهم بحال تاع التقليد الديانه تاع الفخار اللي كيدخل الفران، الثمن ديالو اورو. وكاينين حتى هاد المولات اللي هما كيدخلوا الفران، راه هما صغيورين هكا بحال الميني غاتا اللي الثمن ديالهم 4 اورو، كاين فيه الابيض وفيه الاسود. وعندهم حتى هاد الطبيصلات لي الثمن ديالهم 4 اورو، كاين فيه هاد اللون وهذا. وكاينين هادو صغيورين الثمن ديالهم 2 اورو 50 سنت، وكاين هادو بشكل مختلف ب 4 اورو حتى هما فيهم جوج الوان. وجابوا هاد الطبيصلات اللي هما نتاع الشاش على شكل قلب، كاين فيه اللون الاحمر اللون الاخضر، الثمن ديالهم 2 اورو، كاين فيهم حتى الحجم الكبير، نشوفوا غير الثمن 3 اورو. وكاينه هذه البنات، شوفوا هذه اللي هي نتاع السيليكون، كتحطوا فيها البيض يعني كطيبوا به البيض، الثمن ديالو 2 اورو 50 سنت، اللي ما عرفتش شحال كيهز هنايا، شي 5 نتاع بيضات هنايا اللي كيهز. وراه عندهم البنات حتى هادو اللي خاصين تاع التورته، هذا نتاع العيد الميلاد، كاين هذا غير اورو 50 سنت. وكاين هذا اللي عجبني نتاع البيبي شاور بأورو 50 سنت، واش ولد ولا بنت، كاين فيه هاد الشكل نتاع العيد الميلاد، كاين بزاف نتاع هاد الشيء. واما هاد الطاسه تاع البنات هادو كاملين بأورو، الطاسه نتاع تاع القهوه هذا اللي كنحطوا فيه الحليب، هادو كاملين بأورو، كاملين هادو، هادو كاملين. وكاين حتى هاد المقلات، هادي هي البنات اللي هي نتاع الكريب اللي كيقلب على مقلات نتاع الكريب، الثمن ديالها 7 اورو. وكاينه هذه، هاد الاله اللي هي خاصه نتاع الفافل، الثمن ديالها 12 اورو 99 سنت. وراه عندهم حتى هما هاد الاله اللي هي نتاع البوب كورن، هادي داروا فيها تخفيضات، كانت ب 59 اورو 99 رجعوها ب 39 اورو 99 سنت. وعندهم حتى هاد القراعي، شوفوا البنات على هادي اللي هي نتاع الشاج، الغطاء نتاع بلاستيك فيها البقره اللي هي خاصه نتاع الحليب، الثمن ديالها 3 اورو. وكما كتلاحظوا هادو هما الاشياء اللي جابوا فولفوت، غادي نخليكم في امان الله ان شاء الله في شي فيديو مقبل بحول الله.